بشار الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار، والذي ضرب شعبه بالبراميل المتفجرة والقنابل وبكل المدمرات، بكل الأسلحة الثقيلة التي يواجه بها العدو، لم يواجه بها العدو بل واجه بها الشعب السوري، وهجر أكثر من عدة ملايين من الشعب السوري في بلاد مجاورة وبلاد بعيدة، صاروا لاجئين يأخذون الإقامة الإنسانية أو اللجوء الإنساني في دول أوروبية أو عربية أو إسلامية. الآن يحصل بشار الأسد على اللجوء الإنساني في روسيا، الجزاء من جنس العمل. من من الحكام كذلك نال جزاءه من جنس ما فعل بالشعب قديما وحديثا. ما العظة والعبرة في حصول بشار الأسد على اللجوء الإنساني؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الحقيقة ما يجري على أرض سوريا عبر وعظات كبرى لا يلتفت إليها إلا ذو عقل سديد أو ذو إيمان راجح. بشار الأسد الذي لم يتوقع أحد أنه سيسقط، سقط سقوطا مدويا، سقط سقوطا مدويا هائلا، عبرة وعظة لكل مستبد، ولكن المستبدين لا يتعظون. وعاقبه الله من جنس ما عاقب الشعب السوري. الشعب السوري منذ الثورة السورية وقبل الثورة السورية، منذ حكم حافظ الأسد، تنكيل بحماه وبالإسلاميين وبالسياسيين، اضطروا إلى اللجوء إلى عدة دول، ألمانيا، أوروبا بوجه عام، منها ألمانيا، دول عربية. بعد الثورة لجأ ملايين إلى تركيا، وعدد عدة آلاف إلى مصر، وعدة آلاف إلى العراق، وعدة آلاف إلى دول متعددة. تشتت الشعب السوري وهجر وذاق مرارة الحرمان من أهله ومرارة البعد عن وطنه وموت مقربين من الشخص الواحد منهم بعيدا عنه، لا يملك أن يدفنه ولا يملك أن يتلقى عزاءه ولا يملك أن ينظر إليه نظرة الوداع. سبحان الله، الزمن يدور، نفس توديع هرقل إلى دمشق وداعا لا عودة بعده. عاقب الله بشار الأسد من جنس ما عاقب الشعب السوري. الشعب السوري هجر، تحول إلى عدد كم كبير من اللاجئين. مؤخرا أمس بشار الأسد يحصل على اللجوء الإنساني في روسيا. طب أين الدول التي دعمته؟ أين إيران؟ أين حزب الله؟ أين شيعة العراق؟ أين أين أين؟ لم يقب بجانبه أحد. نفس المصير الذي لقيه شاه إيران حينما قامت عليه الثورة الإيرانية، طاف بطائرته على دول العالم الذي كان حليفا وصديقا وذليلا وعميلا لهم، لم يقف أحد بجانبه، واضطر إلى أن يذهب إلى مصر لاجئا ويموت في مصر. الشاهد أن هذا التاريخ أحداث وعبر. القذافي الذي قال عن الشعب الليبي مثل الجرذان، جرذان فئران يعني، ويموت في مستشفى مختبئا في قبو كالفئران، ويقتل على يد شعبه، الشعب الذي نكل به وتوعده بعض الثوار، هنجيبك يا معمر، والله لنجيبك من، ونال ما نال من هذا الجزاء. مبارك حينما قال عن خليهم يتسلوا، ودارت الأيام والذي جلس مع أحفادي ليمضي وقته ويتسلى هو محمد حسني مبارك. تاريخ الماضي القديم نفس الحالة. القرآن الكريم ذكر لنا نموذجا مهما في العقاب أو الجزاء من جنس العمل وغرور المستبد، فرعون. فرعون سيدنا موسى عليه السلام ذهب إليه برسالته أن أرسل معي بني إسرائيل، فقط يريد أعطني بني إسرائيل، حرر هذا الشعب المسكين، ارفع أغلالك وإصرك عنهم. رفض فرعون، لا رفض. طيب سيدنا موسى هرب هرب بقومه. طيب لو كان فرعون هذا إنسان ذكي
كمستبد يعلن بين الناس لقد هربوا ولم يقووا على مواجهتي وقوتي وهربوا خلاص واتركهم. لا، الكبر الذي عند المستبد والعناد يجعله يصر إلى آخر لحظة. بشار الأسد قبل انتصار الثورة السورية، لا أقول المعارضة، بعض الناس بيغضب، لا لا ليست معارضة، الثورة السورية على بشار، كانت الدول تريد العودة إليه، والدول التي وقفت ضده السعودية تركيا وكرق قطر يعني بدأت، لكن أصرت إلى نهاية الأمر أنها ليست معه، ويتعامل بتدلل والحركة المقاومة الإسلامية، ويقول عنهم خونة، ويقول عنه لا كذا، ويتدلل ويتمنع. وإذ بي عند انتصارات الثورة السورية يطلب من كل هذه الدول توسط أو حل أو وقف التقدم من الثورة، ولكن لا حياة من تنادي، خلاص انتهت. فرعون لم يصمت، أصر يكمل خلف سيدنا موسى وخلف قومه إلى أن جاء البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. والنصر كان في ماذا؟ في العصا التي في يده. أحيانا تكون أدوات النصر في يدك ولا تعلم. ضرب العصا البحر بالعصا انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طب فرعون يرجع؟ لا، ده سيكولوجية المستبد. يعني هم ناس هربوا من بلدك، البحر عبروا ورايحين جبهة تانية، يعني بلد تانية، خلاص خرجوا خارج سلطتك. لا، يعني انت في مياه إقليمية. مصر فرعون بعربته الحربية وراهم. المشهد ده مهم جدا، مشهد ان اتباع موسى عليه السلام وسيدنا موسى وراهم فرعون على بعد امطار قليلة، إنا لمدركون، خلاص فرعون نشوة وزهو الانتصار والغرور المستبد تك وسأصل إليهم وأمسكوا من أفاهم وسأمن. وفرعون بيحلم بالعودة بهؤلاء الهاربين مكبل الأيدي مربوطين في السلاسل بيلف عليهم في الميادين، وكل واحد أقصى حلم يحلمه يختار نوع العذاب الذي يعذب به والزنزانة التي يقطن بها. يعني انت تخيل المشهد، انت لو بتشوفه من بعيد كده في مشهد بكاميرا بتصوره، واحد مستبد عنده الغرور كامل في قمة نشوة الانتصار تكة، وناس على وشك ان يمسك بهم لينتهوا، في هذه اللحظة يأتي نصر الله عز وجل للضعيف المظلوم ويهلك فرعون المستبد. طيب هو عمل ايه بني اسرائيل؟ رفض يديهم اذن بالسفر، ان ارسل معي بني اسرائيل، مرضيش، لا مش هدهم لك، ومنعهم من السفر، هربوا ما سابهمش. طب مياه اقليمية وقربوا ما سابهمش. ربنا يقول واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنكم وقتلون، واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. شوف المشهد. طيب فرعون غرق، كان اولى البحر يلفظه الى الجهه المقابله، يرميه على الشط الجهه الثانيه فلسطين، صح صح. طيب ده البحر رجعه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا الله، الجزاء من جنس العمل. هو منع الشعب من السفر، فحتى هو ميت البحر ما رموهوش يسفره بره، رجعه تاني مصر. في هذا في عبر التاريخ الكثير، الجزاء من جنس العمل، ما تفعله مع الشعب يفعل بك كحاكم. لن أقول في أوروبا ويعني رومانيا وغيرها من الدول، لا، حتى في تاريخنا العربي والإسلامي، في هذا التاريخ الإسلامي، كل من نكل بالناس حتى لو لم ينله الشعب بيده
سكرات الموت وهو بيموت ويصرخ وحمزة البسيوني عذب الناس ومات بأسياخ حديد تدخل في جسده لا يخرج منه جسد إلا أن ينزع الجسد يتقطع من الحديد من الأسياخ اللي كان بيقول للناس المساجين يعني ربنا بتاعكم لو نزل حطه في زنزانة والعياذ بالله استغفر الله العظيم يعني. فبشار الذي يعني هجر الشعب السوري وجعلهم لاجئين الآن بشار يحصل على إقامة لاجئ إنساني في روسيا. يعني إخواننا السوريين اللي كانوا في تركيا بيروحوا للإقامة الإنسانية أو كذا أو كذا، يعني أنت متخيل سوريا وغيره، يعني المصريين بقية الجنسيات كانوا بياخدوا الإقامة الإنسانية وقفوا في طوابير في إدارة الهجرة في تركيا. أنت لو متخيل مثلا أنك في نفس الإقامة بتاعتك تلاقي مثلا السيسي أو تلاقي بشار أو أي حد، الحاكم اللي كان بيزل فيك امبارح النهارده بياخد نفس الإقامة بتاعتك ويبقى في نفس طابورك، مش طابورك اللي هيقف فيه لكن على الأقل نفس البطاقة اللي بيمشي بيها. لا أمانة لهذه الدنيا إلا لمن يتعظ بها ويعمل الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا آية في الظالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.